السلام عليكم مريم، على صوبري من قناة شوف كذي. أول حاجة مرحبا بك في المغرب، نورت يما. انتصر مؤخرا للخبر ديال المرض ديالك، اليوم الجمهور كيطلب منها الصحة ديالك، خاصة دابا تسمعوا واحد البحة في صوتك، شنو السبب ديالها؟ والسؤال الثاني اللي عندي، مريم بحب كنعرفوا أنك كتبغي الأغنية المغربية وكتبعيها، سؤالي لك شكون الأيدول ديالك في المغرب؟ واش رأيك في مستوى الأغنية المغربية؟ وشكرا. هلا أول سؤال فهمته، الثاني ما فهمتوه. صحيح. عاود نشرحه لك. شو رأيك في مستوى الأغنية المغربية؟ بتعقد. مستوى الأغنية المغربية حلو كتير، والبروف يعني الإثبات على هذا الشيء إنه نحن عم نغار منهم وعم نغني مغربي. وبالنسبة لصحتي الحمد لله أنا هلا تخطيت المرحلة الصعبة من المرض، إذا فيني أقول تخطيت مرحلة كتير صعبة وكتير قاسية. أنا هلا بمرحلة الشفاء، يعني أنا اليوم أحسن من مبارح وبكرة أحسن من اليوم وهكذا دواليك، بس تمنولي أنه الله يكون عم بيشوفني.